كوجينا سون فرونتير. ميرسي ليكم الناس الكل على كلامكم وعلى تعليقاتكم المزيانه برشا وعلى اللايك نتاعكم وعلى المشاهدات على كل شيء، يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو. مرحبا بالناس الجدد اللي التحقوا بقناتي، نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في تونس وفي كوجينا سون فرونتير. ان شاء الله نكونوا ديما على تواصل مع بعضنا. اليوم اخترت باش نعمل لكم طريقه جديده للطاجين البيض التونسي بالمعدنوس. معناها انا اخترت فكره جديده وقلت علاش لا نبدل السبناخ بالمعدنوس ونعمل بطبيعه الحال بطريقتي انا ونشوفوا كيفاش يخرج معنا كيما تراو هكا. معناها الطبقات ياسر مزيانه، ثلاثه طبقات. توا باش نشوفوا مع بعضنا المراحل نتاعو الثلاثه. ما قبل نقول للناس اللي قاعدين يشوفوا في الفيديو نتاعي لاول مره، نقول لكم يلا نستنى فيكم وفي دعمكم وفي تشجيعكم ان شاء الله. وما تنساوش تزوروا الصفحه نتاعي على فيسبوك كوجينا سان فرونتيير نفس اسم القناه. يلا ببعضنا نشوفوا المراحل الثلاثه نتاع طاجين البيض التونسي باي كوجينا سان فرونتيير. بمكونات الطاجين، بمكونات الطاجين البيض اليوم معناها بالمعدنوس بطريقه جديده ويعني اقتصاديه زاده وان بلوس سهله في نفس الوقت، باش بنحاولوا كيما ديما نوريكم انا نبدلوا معناها الوصفات. الى نجموا اذا ما عندناش مثلا سبناخ نجموا نبدلوا بالمكونات اللي عندنا، نجموا نعملوا وصفه ياسر مزيانه. هذه ديما نحب نوريها انا في القناه نتاعي، كونه احنا مش ديما الوصفه نطبقوها معناها 100%. نجموا ديما الوصفات نتاع اي بلاد ولو كانت نبدلوا فيها ونغيروها ونحطوا فيها لمساتنا احنا. اليوم احنا طاجين البيض التونسي بالمعدنوس، بطبيعة الحال المكون الرئيسي نتاعو هو المعدنوس. انا خديت زوز ربطات معدنوس وغسلتهم وهاو خليتهم وين هي معناها يسقطوا شوية. طيبت الدجاج كيف كيف، خديت بلون دو بولي معناها الابيض نتاع الدجاج طيبته في الكركم وشوية في الفلاحه، ومن بعد قصيته هكا هاكا طريفات. كيف بطبيعة الحال خديت البطاطا وطيبتها معناها وصمتها في الماء وشويه كركم وكل وهكا توا معناها كانها بيوري دونك معناها عملتها شويه جوست ابي هكاها معناها شويه وبرا. وهوني عندنا خمسة عظمات، خديت شويه فرماج رابي. وهوني خديت كويستو، هذا كويستو احنا عندنا في تونس نتاع تشيز كيك ولا نتاع طاجين. بون انا خديت هذايا، خديت واحدة نورمال هكا كريم فريش ولا الجوتا، هذه الجوتا العادية. بعد انا معناها باش نخلطهم مع بعضهم ونوريكم كيفاش في المرحلة الأخرى بالكل، لأنه هو توا باش نبداو احنا بالمرحلة الأولى نتاع الطاجين نتاعنا الطاجين البي اليوم. ومن بعد بطبيعة الحال تزيدوا انتم لفحات كما تحبوها. انا حطيت معناها هوني الهريسة اللي عملتها انا معناها وريتها لكم، الهريسة العربي التونسية باش نفوح بها شوية من بعد كي نحط المعدنوس في المرحلة الثانية. باش نبداو توا المرحلة الأولى. وباش نخليوه يتماسك معناها شويه باش نطيبوه على خاطركم، معناها المرحله هذه باش نطيبوها جوست شويه شابلور نحطو هكا هاو. ناخذو البلا تاعنا هذا نهناه بشويه زبده كهاو، ونحطوها في الفور. المرحلة الثانية دونك حطينا المعدنوس نتاعنا وحطينا هوني معناها شوية بصل باش نخليهم يتقليو مع بعضهم، باش نزيدوهم جوست شوية هذه الهريسة العربي اللي وريتها لكم انا من بكري، ونخليهم يتقليو مع بعضهم حتى باش نذبلوا احنا المعدنوس، ومن بعد نوريكم كيفاش نحطوه في المرحلة الثانية نتاع الطاجين. Thank you.
نعمل فور باش نحطو توا المعجون نتاعنا. بمحلى ثلاثة باش نكملوا بها. انا حطيت معناها البو نتاع ريغوتا، حطيت البو وحطيت شطر الكريم فريش هذايا، زدتها شويه الكويستو معناها هاكا معناها اقل من شطر، وطبعا هذاك الفرماج الكاري اللي وريت لكم معناها من اول الفيديو. توا جوست انا باش نخلط هذا ما بالباهي ونضيفهم على الخليط هذاك ونخليهم معناها مده 15 دقيقة في الفور، 10 دقائق على 180 درجة. من بعد نرجع لكم ونقص نوريكم اليوم معناها الفكرة نتاع طاجين البيبي المعدنوس كيفاش خرجت معانا.